كمان هنروح لموضوع آخر متعلق أيضا بالمصريين الموجودين في السودان، وقرر دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية. خلينا كمان نعرف المزيد حول هذا الموضوع. انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. بنرحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك معنا في برنامج التاسعة. اهلا بيك استاذ جمان، تحياتي لحضرتك للساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. طيب لو حضرتك تقول لنا يا فندم، اوضاع حاليا امتحانات الثانويه عامه، او طبعا اوضاع الطلبه ان كان طلبه الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه بمدارس البعثه التعليميه المصريه بالسودان. خليني اقول لحضرتك استاذ جمان ان يعني منذ اليوم الاول للازمه، والحقيقه ان الدكتور رضا حجازي تابع لحظه بلحظه اوضاع البعثه التعليميه المصريه في السودان وكذلك الطلاب المصريين. والبعثة التعليمية بتتكون من 151 مدرس وإداري بيقدموا خدماتهم الخدمة التعليمية ل 1060 طالب سوداني و 35 طالب مصري، من بينهم 21 طالب بمرحلة الثانوية العامة. الحقيقة إن طبعا مع المتابعة الدقيقة واستمرار التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، كان طبعا في تقييم لكافه الاجراءات والسلبيات المتعلقه بالطلاب المصريين هناك والامتحانات الخاصه بهم وخاصه طبعا الثانويه العامه. وبناء عليه طبعا الدكتور رضا حجازي وقع اليوم قرار بتاجيل امتحانات الثانويه العامه والدبلومات الفنيه بمدارس البعثه التعليميه المصريه في السودان لحين طبعا استقرار الاوضاع الامنيه. الحقيقه كمان يعني كان في عدد من الابراءات الاخرى اللي وجه بها الدكتور رضا حجازي للتيسير والتسهيل على الابناء والطلاب هناك، وكان من بينها ان طبعا الطلاب المصريين العائدين من السودان يقدروا يتوجهوا للاداره العامه للامتحانات في الوزاره لتسهيل كل الاجراءات المتعلقه بتسكنهم في مدارسهم السابقه وتاديه الامتحانات الخاصه بنهايه العام. ده طبعا بتكلم هنا على طلاب الثانويه العامه فيما يخص امتحانات نهايه السنه. واستكمالا طبعا للاجراءات كان في اجراء اخر وجه به الدكتور رضا حجازي برضو ايضا اليوم، وهو السماح للراغبين من الطلاب العائدين تاجيل اداء الامتحانات اللي هي الخاصه بنهايه العام الدراسي للدور الثاني، واللي هي مقرر عقدها خلال شهر اغسطس المقبل، لمنحهم طبعا الفرصه الكافيه لترتيب الاوضاع والخطه بيهم وكذلك برضه دراسه المناهج بشكل كافي، وطبعا يعني مع حصولهم على الدرجات الفعليه الكامله للامتحانات في الدور الثاني، لان طبعا امتحانات الدور الثاني في الوضع الطبيعي هو بيحصل فيها الطلاب على 50% من الدرجه، ولكن هو في هنا حاله استثنائيه للطلاب العائدين والتيسير عليهم ان هم يقدروا تمتد الفتره الخاصه بادائهم الامتحان في الدور الثاني علشان يقدروا يدخلوا ويبقى عندهم الفرصه ان هم يذاكروا بشكل كويس ويدخلوا الامتحانات ويحصلوا على الدرجه الفعليه اللي يستحقوها خلال ادائهم الامتحان. تايل. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ شادي زلط المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم على كل هذه المعلومات والايضاحات يا فندم.